يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي في رمضان. كل سنة وحضراتكم طيبين، رمضان كريم عليكم كلكم وعلى كل أهالينا وكل المسلمين في كل أنحاء العالم، وإن شاء الله كمان يكون رمضان سعيد على الأهلي والأهلوية، خصوصا في فترة مليئة بتحديات كتير جدا جدا لنادينا الحبيب النادي الأهلي. بالتالي النهاردة حلقة هتكون مهمة، هنتكلم فيها في تفاصيل كتيرة وكواليس أكتر بتتعلق بالفريق الأول لكرة القدم تحديدا قبل مباراة الغد أمام المصري البورسعيدي في الجولة 13 من بطولة الدوري. فكلامنا هيكون كتير جدا النهاردة أنا وزميلي العزيز محمد سعيد. يا محمد مساء الخير. مساء الخير يا أمير، أهلا بيك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا بنرحب بكل مشاهدي قناة الأهلي، ورمضان كريم على الجميع وعلى الأمة الإسلامية وعلى الشعب العربي في كل مكان. حلقة جديدة من الأهلي في رمضان هنكون معاكم كل يوم جمعة عشان نتكلم على آخر الاستعدادات وآخر التفاصيل بالنسبة لمباريات كرة القدم بالنسبة للنادي الأهلي. شهر إبريل أو شهر رمضان تحديدا هيكون مليء بالأحداث المحلية والإفريقية، كل 72 ساعة مباراة ما بين مباراة محلية، وكمان هيكون عندنا حدث مهم جدا خلال هذا الشهر الكريم، مباراة الرجاء البيضاوي المغربي في ذهاب وإياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. خلاص تحددت كل شيء بالنسبة للبطولة الإفريقية، لكن في نفس الوقت لا حديث برضو يعلو على المباريات المحلية، وعندنا مباراة مهمة غدا إن شاء الله مع نادي المصري في استاد برج العرب. شهر بالتأكيد إن شاء الله يعني في أحداث رياضية، وشهر رمضان تحديدا لما بيكون في أحداث رياضية جماهير الكرة المصرية بشكل عام وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص بتستمتع كمان مع السهرات الرمضانية بحضور المباريات في ظل عودة الجماهير خلال الفترة القادمة. كمان ممكن يكون في أعداد أكبر إن شاء الله في مباراة الدوري أو حتى على الأقل مباراة الرجاء المغربي اللي النهاردة كمان بالتأكيد هنتكلم في تفاصيل كتيرة متعلقة بهذه المباراة، وكمان هنتكلم على الحضور الجماهيري في هذه المباراة المتوقع خلال الفترة القادمة. أكيد يا أمير زي ما احنا بنتكلم شهر مليء بتفاصيل كتير، مشوار محلي مشوار إفريقي طبعا. الحضور الجماهيري نتمنى كمان إن شاء الله يكون ماتش الأهلي والرجاء يكون فيها حضور جماهيري كويس إن شاء الله. إن شاء الله، وده يعني أو دي هتكون حاجة مهمة قوي قوي للنادي الأهلي. وإحنا محمد سافرنا المغرب وشوفنا أنا وإنت قبل كده ماتشات الأهلي مع الرجاء والوداد، الجماهير بتبقى عاملة إزاي ومتحمسة إزاي. بالتالي أنت محتاج هنا في مصر على ملعبك يكون جمهورك مالي الاستاد، وده اللي يعني اتكلم فيه النادي الاهلي وخاطب فيه وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي في محاوله للتواصل مع الجهات المعنيه عشان يكون الاستاد ممتلئ عن اخره، عشان اكيد تواجد جمهور النادي الاهلي ده هيكون دافع قوي جدا جدا للاعبين. وجمهور النادي الاهلي دايما بيكون ليه مفعول السحر في اي مباراه، خصوصا بقى لما يكون مباريات وتحديات زي دي، تحديات افريقيه البطوله المفضله عند جماهير النادي الاهلي، فريق كبير قوي هتلعبه زي فريق الرجاء المغربي، مباراه كمان الذهاب عندك هنا في ملعبك، محتاج ان انت تكسب بنتيجه جيده تديك اريحيه نسبيه حتى قبل مباراه الاياب هناك في كازابلانكا ومركب محمد الخامس. وبالتالي ده هيبقى مهم قوي بصراحه. عايز رايي اتفضل. ماتش الاهلي والرجاء المغربي ايا كانت النتيجه اللي هتكون في لقاء الذهاب الحسم هيكون في المغرب اكيد. تكسب 1-0 تتعادل 0-0 انا شايف ان الحسم هيكون في المغرب، وانا واثق في فرقه الاهلي زي ما حصل السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها الاهلي هيقدر يعمل نتيجه ايجابيه في المغرب بالحضور الجماهيري، لان الاجواء الجماهيريه في المغرب تقدر تخليك تستمتع وتلعب كوره، ونتمنى الاجواء الجماهيريه اللي كنا بنشوفها في المغرب خلال الفتره الاخيره تكون موجوده في مصر ان شاء الله كمان، ونشوف عدد كبير ان شاء الله في القرار المنتظر خلال الساعات اللي جايه باذن الله. باذن الله، لكن انا اللي اقصد اتكلم فيها محمد ان جمهور المغربي جمهور قوي قوي، يعني جمهور الوداد جمهور قوي، جمهور الرجاء جمهور قوي جدا، فبالتالي بيدي دفعه بصراحه بيعملوا يعني تبلهات رائعه وبيدوا دفعه قويه جدا جدا للاعبيهم، وده طبيعي سلاح بالنسبه لهم بيستخدموه بيستغلوه يعني احسن استغلال في صالحهم. ان شاء الله احنا كمان نحاول نستغل السلاح ده طبعا في مباراه الاياب، لكن الاول لازم يكون تركيزنا كله منصب على مباراه الذهاب، ويكون تركيزنا كله في كيفيه ملء استاد سواء بقى القاهره او السلام اللي لسه هيتحدد خلال الثلاث ايام اللي جايين او الحاليين، يعني ايا كان الاستاد يكون الملعب مليان بجمهور النادي الاهلي، لان ده هيدينا يعني عامل ايجابي كبير للفريق قبل المباراه واثناء وبعد المباراه طبعا، وقبل مباراه الاياب ده امر مهم. ان شاء الله الاهلي يكون موفق يا محمد في هذه يا رب ان شاء الله. زي ما قلت الشهر ده شهر حاسم
في كل شيء. يعني انت بتتكلم في المباريات المحليه وانت في صداره الدوري عامل نتائج مميزه جدا في الدوري العام السنه دي، لكن الشهر ده تحديدا لما تخلص على 30 ابريل وانت متصدر، كسبان المصري وكسبان سيراميكا وكسبان الشرقيه للدخان او ايسترن كومباني وكسبان كل الماتشات لغايه يوم 30 ابريل، هيبقى شيء رائع جدا. بيتخلل المباريات المحليه دي مباراتين في دوري ابطال افريقيا، طبعا مباراتين يعني لا يقل اهميه عن مشوار الدوري العام، لان دول مباراتين هيتحدد فيهم مصير الاهلي في البطوله الافريقيه. أكيد. اللقاء الاول هيكون يوم السبت ان شاء الله 16 ابريل في القاهره، واللقاء العوده يوم 22 في كازابلانكا. ان شاء الله هيبقى يوم جمعه، هيبقى يوم جمعه ان شاء الله باذن الله الساعه 11 مساء بتوقيت القاهره، لكن هيكون الماتش الساعه 9 مساء بتوقيت المغرب. طيب.